لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع لقاء جديد من ائتلاف دعم المسلمين الجدد، اليوم كنا في مسجد الأزهر، تقابلنا مع المهندس أستاذ سعيد، هو المصور في استوديو عدلي، والاستوديو اللي هو اتصورت فيه الصورة اللي خرجت على الإنترنت وشافها كل الناس، وقالوا اللي دي اللي قال عليها أبو يحيى، اللي دي كاميليا شحاتة، وده مظبوط طبعا. في محضر النيابة شاهد فيها الشيخ سعيد عامر اللي هو رئيس لجنة الفتوى، وشاهد فيها الأستاذ أشرف اللي هو مسؤول الإشهار في مسجد الأزهر يعني. طيب احنا عاملين اللقاء ده، احنا بس هنتثبت من الصورة اللي فعلا الصورة دي خرجت من استوديو عدلي، ولا الصورة دي متفبركة زي ما ادعت بعض المواقع على الإنترنت، يعني بغض النظر كانت مساحية أو بغض النظر يعني أي موقع تتكلم في الموضوع ده. طيب تشرفنا بيك يا أستاذ سعيد. حضرتك طبعا شاهدت القضية بتاعت كاميليا أو يعني تابعتها على الإنترنت أو أكيد الكلام ده مفيش كله. واحد في مصر مش عارفها يعني. نعم صحيح. طيب قضية كاميليا كانت تقريبا في شهر كام في البداية؟ مش فاكر تقريبا، بس تقريبا في شهر 7. نعم. طيب حضرتك شفت الصورة اللي طلعت أكيد على أنا المواقع؟ مصورها. نعم، اللي هي الصورة اللي هي طلعت البنت اللي لابسة نقاب، طلعت على المواقع في النت وطلعت في جرايد كتير وجت في التلفزيون. يعني حضرتك تجزم اللي الصورة اللي ظهرت في الجرايد وظهرت على الإنترنت اللي دي صورة الإنسانة بغض النظر إذا كانت كاميليا أو مش ما كاميليا؟ اعرفش كمان ولا تمام، بشوف طاقتها حضرتك ما يعني، شفتش البطاقة ولا لكن أي الصورة حاجة؟ دي انا مش عارف. تمام، يعني حضرتك يعني حضرتك بتأكد الكلام اللي الصورة فعلا اللي ظهرت دي الإنسانة اللي جت اتصورت عند حضرتك اكيد كده؟ طبعا. طيب بعد التأكيد من الصورة دي، معلش هسأل حضرتك سؤال صغير. الإنسانة اللي جت تصورت، يعني أنا برضو مع حضرتك بغض النظر إذا كانت كاملة أو ما مش بعرفهاش كاملة، يا مين. تمام، الصورة اللي ظهرت، هل حضرتك شفت اللي فيه علامات إجبار للإنسانة دي اللي هي تيجي تتصور عند لا حضرتك، لا لا أو في كراهية أو في أو اللي هي مخطوفة أو من هذا لا القبيل لا، يعني؟ كانت قاعدة عادي وتصورت عادي، ولو كان في حد كريهة على حاجات على الأقل قالت الحقني. نعم، يعني حضرتك لو كانت استنجدت بيك كنت هتنجدها أكيد زيادة طبعا مخطوفة يعني؟ أكيد طبعا. نعم، ده من واجبك الوطني ومن واجبك. مش وطن أي راجل يعني في الدنيا يعمل كده يعني، في مصر على الأقل لو نعم في الشارع واحدة بتقول لي الحقني هلحق نعم صحيح، أكيد ربنا يعني. يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك يا استاذ سعيد، احنا شاكرين لحضرتك على الشهادة دي يعني، جزاك ألف الله خير، شكر. الله يحفظك.